ضمن الأوسمة اللي الواحد بيعتز بيها جداً وبيضمها لدولاب ذكرياته يعني. وإحنا بنعتز بيك دايماً ويعني إحنا هنهدي لك دلوقتي درع قناة الأهلي بالنيابة عن قناة الأهلي وعن كل جمهور النادي الأهلي، وبنقول لك النهاردة ألف شكر، وبنحاول نرد لك جزء من الجميل. الله يخليك يا كابتن أسامة، أنت شرفتني وأنا اللي بشكرك وبشكر النادي الأهلي، ودايما النادي الأهلي سباق إن هو ما بينساش ولاده وبيحتفي بيهم. جيت نورتني وكل سنة وانت طيب. وحياك طيب. سعدنا كابتن خالد، نقدم لحضرتك درع قناة الأهلي يعني على مسيرتك الكبيرة من الإنجازات والبطولات، وبنقول لك ألف شكر. شكرا ليك يا كابتن أسامة، بشكرك وبشكر قناة النادي الأهلي، نورتونا وشرفتونا. شكر وتقدير تتقدم قناة الأهلي بخالص الشكر والتقدير والتحية لسيادتكم على مسيرتكم الرائعة مع خالص الأمنيات القلبية. حاجة جميلة جدا، وزي ما النادي الأهلي دايما وقناة النادي الأهلي عودتنا إن ما بينسوش حد من ولادهم. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهوج اليوم اللي فيه ليكن نرد الجميل.